السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف السادس ابتدائي. اليوم جيناكم بالمحاضرة السابعة لليونت الثاني، إن شاء الله اليوم راح ناخذ بها موضوع، هذا الموضوع كلش مهم، إضافة راح ناخذ الأسئلة الوزارية المتعلقة به من 2019 إلى 2023، فركز وياي. عندك هذا الموضوع دائما يجيبوا لك إياه على شكل اختيارات، عندك 2 ب 2 ب 2، التو معناتها اثنان، وعندك 2 معناتها أيضا، وعندك 2 حرف جر معناتها إلى. ذن ثلاثة دائما يجيبوا لك اياهم على شكل اختيارات، اضافة اكو تمرين متعلق بهن، فركز هنا، شلون نفرق بيناتهم؟ لاحظوا وياي، ركز هنا، اول شيء عندك هاي التو، التو تعني الى، هذا شنو هو؟ حرف جر، خليها ببالك هذا حرف جر، تمام؟ وياتي قبلها قبل التو فعل، قبل التو يجي فعل الجوينج او الوونت، دائما تذكرون الوونت تو، اكو تو، وونت تو، جوينج تو، فهمت الفكرة؟ زين going to او want to تلقى دائما بعد شنو الفعل to، بس افهمها فهم اريدك. زين عندك التو هاي، التو تعني اثنان، وياتي بعدها اسم جمع مثل friends uncles، دائما التو معناته اثنين، وياتي بعدها شنو اسم جمع، يعني راح تلقى اسم بي اس، شلون هذا اسم بي اس، فهمت الفكره شنو؟ بينما هاي التو تعني ايضا او جدا، ياتي بعدها صفه مثل small expensive، وخليها ببالك ياتي بعدها صفه وقبلها راح تلقى الاز والار، تمام؟ زين لاحظوا وياي، هاي طريقه الامتحان، يعطيك اختيارات بين التو والتو والتو، يقول لك اختار لي، شو سويت؟ تباوع، لقينا قبل القوس شنو؟ going، عندك ملاحظه هنا، ياتي قبلها فعل مثل going او want، يا هي التو هاي، اذا اختار التو. لاحظوا وياي، I have فراغ، معطيني اختيارات بين التو والتو والتو. لاحظ قال لي تعني اثنان وياتي بعدها اسم جمع، زين انا بوعت الكلمه الموجوده بعد الفراغ لقيت بها اسم جمع، اذا قلت هاي تو الاختيار الصحيح مالتنا، فهمت الفكره شنو؟ زين قال لي this computer is فراغ، قال لي expensive، لاحظ لقيت بعد الفراغ مالتي شنو؟ صفه expensive، الصفات ذن المعاكسات اذا تتذكرن اخذتهن، هاي صفه، واضافه لقيت قبل القوس مالتك الاز، دائما اذا لقيت قبل القوس القوس او الفراغ معطيك اياه از لو ار، تذكر تختار هاي التو. فهمت الفكره شنو؟ ذني كلش مهمات، يعني مجرد ملاحظات تحفظهن السيطرة على الموضوع، عندك التو معناته الى حرف جر، وغالبا ما يجي قبلها الجوين والوونت، هاي فهمها فهم، بينما عندك التو الثانيه اثنان، تمام؟ وياتي بعدها اسم جمع اي اسم بي اس، هاي انتهينا من عندها. بينما التو الثالثه تعني ايضا او جدا، وغالبا ما يجي بعدها اس لو ار، فهمت الفكره شنو؟ شلون ما حلينا ذن الامثله؟ زين عندك هذا تمرين، التمرين صفحه 35 انا ضايف لك اياها بالملزمه، تمرين سي، هذا التمرين متكون من عده مواضيع، عندك ثلاث نقاط بين هذا الموضوع، خذ فقط الثلاث نقاط انا من عنده. زين اعطاني اختيارات بالتمرين، اعطاني اختيارات بين التو والتو والتو، زين انا بوعد اجي بعد اعطاني اياهم على شكل اقواس. ابا بعد القوس بشكل مباشر، ايش لقيت؟ لقيت اسم جمع، اذا اختار هاي التو. اجي لهنا باوعيت، لاحظ وونتس، اذا قلت هاي التو. لاحظ شلون قاعد احلن؟ اعطاني اختيارات، باوعت بعد القوس لقيت صفه سمول، هاي صفه، واضافه ايش لقيت؟ لقيت الاز. انت اذا لقيت الاز لو ار تذكر خليها ببالك انت راح تختار هاي التو. فهمت الفكره؟ هذا التمرين نحله بهاي الطريقه. زين، عندك الاسئله الوزاريه، جابوه 4 مرات في الامتحان الوزاري، تمام؟ زين اعطاني اختيارات بين التو والتو هاي، ما اعطاني اياها ثلاثة اثنين، جيب لك دائما اثنين مثل ما جابوه بالامتحان الوزاري هسه، لاحظ لقيت بعد القوس انكلز اسم جمع قلت هاي التو، باوعيت لقيت الوونتس قلت هاي التو، باوعيت لقيت قبل القوس الاز قلت اذا هاي التو، اضافة عندك هاي الصفة، لاحظ اعطاني باوعيت بعد القوس لقيت اسم جمع اذا قلت اختار هاي، ما دام لقيت اسم جمع قلت اختار هاي التو، فهمت الفكره شنو؟ طلابنا الاعزاء، هذا كل ما متعلق بالمحاضره مالتنا، ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من عندها، وان شاء الله نشوفكم بالمحاضره القادمه في امان الله.